ما هي الاختلافات؟ ما هي المعادلات الجديدة؟ وأنت قبل قليل كنت تقول أن هنالك عرفا سياسيا دارجا الحكومة ستسير عليه. إذن لا جديد في هذه الحكومة طالما العرف السياسي هو الذي سيحكمها في التشكيل. لا لا، العرف السياسي طالب به الآخرون، يعني هم يريدون أولا، هم في معادلة الثلاثي لم يأتوا بهذا العرف ولم يأتوا على هذا العرف، بل ذهبوا بعيدا عن هذا العرف، وبالتالي اليوم هم عادوا هذا العرف إلى الساحة لأن رأوا أنهم غائبين عن الساحة فيما لو يذهب هذا العرف أدراج الرياح. إذن هذه هي قضية، يعني منحها قرار سياسي باتجاه ما حدث في الساحة السياسية وتغير الخارطة السياسية في الأفق القريب، بالتالي الكل يبحث عن دوره، وهذا الدور أعتقد أنه سيستحصله فيما لو أنزل سقوف مطالبه، وبالتالي الإطار التنسيقي ماضي في حوارات، هذه الحوارات أعتقد أنها ماضية. ماذا يريد الديمقراطي الكردستاني؟ أين كانت سقوف مطالبه عالية يا أستاذ رحيم؟ لا هو دائما ما كان الأخوة الكرد، يعني تكون قضية إنتاج الحكومة هي يعني هدف استراتيجي لهم ليستطيعوا من خلالها تمرير مطالبهم، وبالتالي هذا يعني حق سياسي مشروع، يعني كانت الظروف الطبيعية لا تسمح بأن يستحصلوا ما يريدهم، يعني يريدونه، تكون أوراق الضغط حاضرة في عملية إنتاج الحكومة، وهذا أعتقد جنابك تعرف سيد العارفين أنه في كل سجالات الحكومات السابقة كان هذا الحديث هو نفسه يدور وفق سقوف مطامح كبيرة، وبالتالي تتنازل القوى السياسية إلى أن تصل إلى نقاط التقاء وتقارب، وبالتالي تمضي السفينة. لكن ما يحصل اليوم في الإطار التنسيقي بعيدا عن بقية الفرقات السياسية أن هناك تحدي أكبر، لأنه أصبح اليوم يعني يمثل أيضا من ضمن تمثيلاته لكتلة غائبة، لكتلة انسحبت من الساحة السياسية وبقرار سياسي طبعا، وبالتالي هذه الانسحابة قد شكلت تحدي مضاعف ومسؤولية مضاعفة على الإطار التنسيقي، أي أنه يجب أن يعيد حالة التوازن إلى الساحة السياسية، وهذا هو الأمر المربك في الساحة السياسية. بالتالي إذن عملية التعاطي مع الفرقاء السياسيين يعني تبدو ليست بالسهلة من باب، ومن باب آخر يبدو أنه لا يعني لديه الأريحية في التعامل مع الفرقاء السياسيين نتيجة مآلات.